السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا، قناة بانوراما للأعمال الخشبية. ياريت قبل أي شيء تشتركوا معنا في القناة اللي ما اشتركش لسه، وتضغطوا زر الجرس للإشعارات ليصلكم كل جديد إن شاء الله من فيديوهاتنا، وتعملوا إعجاب للفيديو عشان يصل لكل المتابعين إن شاء الله. إن شاء الله نقدم لكم في الفيديو اللي معانا ده طاولة أكل بتتطوي، يعني طاولة أكل بتتطوي أو طبلية، يعني بنسمها بالبلدي كده طبلية الأكل. طبعا طبلية الأكل دي لها يعني لها معنى خاص كده وروح خاصة كده في رمضان بالذات، يعني ناس بتحبها جدا في رمضان، بتفضلها في الأكل عن السفرة يعني في رمضان خاصة. يعني الميزة اللي معانا في الطاولة دي أو الطبلية إن هي بتتطوي، تتطوي يعني بتتطبق، فاحنا بتبقى في يعني في الاماكن الضيقه بتبقى مناسبه جدا في الاماكن الضيقه، يعني انت مثلا لما بتاكل وبتخلص اكل مثلا بتطويها وبتطبقها في اي مكان. تمام. الميزه كمان في كده، الميزه كمان في الطبليه اللي معانا دي، الطاوله اللي معانا دي، ان هي كمان عليها طبقه فورمايكا، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو اللي امامكم ان هي الطبليه دي عليها طبقه فورمايكا. طبعا لو وقع اي اكل، بواقي اكل، حاجه سخنه، شاي، بواقي اكل، اي حاجه بتتمسح بكل سهوله، زي الزجاج كده، يعني زي الازاز، مجرد ما بتمشي عليها كهنه مبلله مثلا خلاص بتمسح بواقي الاكل خالص وتنضف وترجع لاصلها زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. ده فورمايكا، يعني طبقه فورمايكا بيضه ناعمه جدا وما بتمسكش في اي اكل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الطبليه كمان اهي، او الطاوله بتتطوى، يعني بتتطوى كمان من 3 نواحي، يعني ممكن نطبقها وممكن نطويها ونستخدمها. زي ما حضراتكم شايفين هي بتتركب، يعني انت ممكن تفكها خالص قطع وتركنها على جنب. كمان لو انت مش عايز تفكها قطع خالص، لا انت ممكن تطويها بس مجرد طي بس كده، يعني بتتربط اهي بمسامير وتبقى جامده جدا، يعني مجرد ما بتربطها بتبقى متينه جدا وكانها قطعه واحده، يعني ما بتبقاش مثلا بتلعب او بتتمرجح، لا هي مجرد ما بتتربط بتبقى قويه. زي ما انتم حضراتكم شايفين اهي الحركه بتاعتها سهله وبتتطوى اهي، زي ما حضراتكم شايفين سهله سهله جدا وحركتها بسيطه، ويعني زي ما حضراتكم شايفين اهي ممكن تطويها جزء واحد بس، زي ما انتم حضراتكم شايفين ممكن تاكل على جزء واحد بس لو انت بتاكل لوحدك مثلا، لو بتفطر مثلا ولا حاجه ممكن تاكل واحد في مجموعه مثلا فرين ثلاثه اربعه، ممكن تفردها كلها بتبقى مساحتها كبيره زي ما انتم حضراتكم شايفين. ده ممكن تنزل جزء منها، يعني ممكن تنزل جزء وممكن تاكل عجل. لو انت بتاكل لوحدك مثلا ممكن تفتح جزء واحد بس، لكن لو مجموعه مثلا او انت والاولاد مثلا ممكن تفتحها كلها تكفيكم ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين هي حركتها سهله جدا وما فيش فيها اي مشاكل، سهله الحركه. احنا برضه هنقرب لكم، تشوف نوريها لكم من تحت برضه، هنفتح الكاميرا اهوت ونوريها لكم، نفتح الكاميرا ونفرجكم عليها من تحت برضه. يعني الحركه بتاعتها سهله جدا، ادي الطبليات من فوق طبقه الفورميك زي ما حضراتكم شايفين، من تحت اهي بتطوي بتقفل وتفتح لو انت عايز تفتح جزء واحد بس تاكل عليه، لو جزئين براحتك يعني. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله.